بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه احببت ان اتوقف اليوم معكم في ايه عظيمه هما ايتان الحقيقه كلمه يتدبرون او فعل التدبر بشكل عام الكلمه بشكل عام بكل مشتقاتها اللغويه وردت مرتين في القران الكريم كلمه يتدبر او التدبر بشكل عام وبنفس الصياغه يتدبرون وبنفس صيغه الجمله افلا يتدبرون القران طيب هل يعقل ان الله عز وجل الذي انزل لنا القران، من نحن؟ من نحن اولا؟ حتى يخاطبنا الله ويهتم بنا ويطلب منا ان نتدبر، يقول: افلا يتدبرون القران؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه رحمه الله ايها الاحبه انه اعطانا القران وامرنا بالتدبر وكأن كأن شخص يعني ولي الله المثل الاعلى يتساءل هل معقول كل هذا الاعجاز وكل هذا هذه الرحمه في القران وكل هذا الشفاء الذي اودعه الله في القران ثم لا تتدبرون القران؟ افلا افلا يتدبرون القران؟ يعني مثل انسان تعطيه المال وتنفق عليه ثم يجحد ثم تعطيه ثم ينكر ثم تعطيه ثم يسيء لك في نهايه المطاف تقول له يا اخي افلا تشكرني؟ افلا افلا تنظر الى هذه النعمه التي انت فيها؟ الا الا يعني على الاقل تقول شكرا مثلا؟ كل هذا العطاء ثم تجحد وتنكر وتؤذي؟ سبحان الله هذا هذا حال الملحد، هذا حال الكافر. اعطاك الله كل الادله اللازمه لتثبت او التي تثبت انه موجود. اعطاك كل وسائل الرفاهيه. طلبتم الاختراعات واتاكم من كل ما سالتموه طلبتم اختراع الفضاء يعني المراكب الفضائيه والطائرات ووسائل النقل والوسائل الاتصال الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه كل شيء مسخر لخدمتك ايها الانسان طلبتم اختراع الادويه والشفاء هيا لكم كل انواع الشفاء والعلاج وهيا لكم اختراع هذه الاجهزه الطبيه وغير ذلك طيب كل هذه النعم التي اعطاكم اياها واعطاكم دلائل في الكون تثبت عظمه الخالق ووجود هذا الخالق ثم بعد ذلك تستخسر ان تتدبر ايه من القران ثم بعد ذلك تنشغل بهذه الدنيا التافهه ولا تحاول ان تتفكر في ايه على الاقل ايه او كل يوم ايه كل يوم ولو ايه يعني يعني خمس دقائق كل يوم من وقتك لذلك الله عز وجل لم يقل يا ايها الذين امنوا تدبروا القران قال افلا يتدبرون القران يريد ان يلفت ان يلفت انتباهنا الى الحقائق والرحمه والاعجاز الموجود في القران انت غافل عن كنز ثمين ايها الانسان هناك كنز هو القران فيه شفاء لك لماذا تلهث وراء هذه الدنيا وتترك هذا الكتاب العظيم الذي فيه طمانينه للقلب فيه سعاده لك اذا طبقت تعاليمه فيه راحه نفسيه الا بذكر الله تطمئن القلوب افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقرؤون كل هذه الكتب وتخزنون في ادمغتكم كل هذه المعلومات يعني اليوم وسائل التواصل تضخ كميات هائله من المعلومات معظمها تافه يتلقاها وبخاصه الانسان المسلم ويملأ دماغه بها فلا يبقى مجال لحفظ القران، يقول لك حفظ القران صعب. صعب لانك شغلت دماغك بامور تافهه. لم يعد هناك مساحة للتخزين يعني جهاز الكمبيوتر لديك الذي هو الدماغ أنت ملأته بالألعاب والأغاني والموسيقى ومثلا مباريات كرة قدم مسلسلات برامج تافهة لا قيمة لها ملأت كل ذاكرة الكمبيوتر ثم أردت أن تنزل أو تحمل القرآن الكريم يقول لك الجهاز يرفض ذلك فتقول صعب هذا ليس عذرا أيها الأحبة فرغوا عقولكم وقلوبكم من, من هذه الأمور التافهة التي لن تنتفع بها أمام الله وإشغل وقتك بالقرآن واستجب لنداء الله عز, عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه الآية في سورة النساء الآية الثانية في سورة محمد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ يعني الآية الاولى دققوا معي ايها الاحبه. الآية الاولى في سورة النساء لفت الله عز وجل انتباهنا الى اهمية هذا القرآن. وقال لك: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الآية الثانية قال لك: ام على قلوب اقفالها؟ يعني لهذه الدرجة قلبك مقفل، لذلك أحبتي في الله ينبغي علينا أن نتفكر ونتدبر ونتأمل في آيات هذا الكتاب العظيم، نتأمل عظمة القرآن، نتأمل تعاليم القرآن نتدبر نتتبع الشيء من تدبر يعني أن تتتبع مثل الذي يتتبع آثار الجريمة، آثار المعلومة ليصل إليها تتدبر هي مرحلة أعلى من الحفظ على فكرة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم, اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته